فيجوالايز بتعمله للكوميونتي ده كله ان هي بتوفر المنصه اللي فيها كل الموارد اللي هم بيحتاجوها دي عشان يوصلوها بالشركات الناشئه بتاعتهم. كنتاج للعمليه دي ابتدت ثقافه رياده الاعمال نفسها تطلع وتبان اكتر قدام الناس، والناس نفسها تبقى بيحصلها نوع من الالهام بحيث ان هي بتعرف عن الحاجه زي كده وبيعجب بحد تاني او بيبسط بحد تاني نجح فبقى عايز يبقى يعمل زيه او احسن منه. اي ستارت اب ليها لايف سايكل، تمام؟ في ايرلي ستيج ستارت ابس، جروث ستيج، وسكيل اب اللي بدايه خالص وفي النمو ومرحله النمو السريع. فاحنا بنجيب الشركات الناشئه اللي بتبقى في خلال حوالي 7 سنين السايكل دي كلها بتطلع لها 7 سنين عشان يوم من الايام يقدر يعمل اكزيت ان هو يبيع الشركه او يطلع اي بي او. احنا بنجيب الشركات في مختلف الستيجز او مختلف المراحل دي كلها، فهتشكلها تلاقي ناس لسه بتبتدي ولسه عندها فكره، وناس بدات بقى لها سنه، وناس بدات بقى لها 3 سنين وعايزه تكبر، وناس بدات بقى لها 5 و6 سنين وعايزه تتوسع توسع كبير جدا او تشتري شركه من الشركات دي. بشجع الناس تبدا الشركات بتاعتها غير لما تشوف مشكله هم قادرين هم يقدموا لها حل، والحل ده هم يقدروا ينفذوه. يعني مش بس عندك فكره حلوه وعايز اختراع، اختراع الحاجات دي كلها قادر تنفذ الاختراع ده والاختراع ده ليه سوق وتقدر تكبر بيه، ابدا شركه. مش قادر اشتغل في شركه من الشركات دي، مش قادر اتعلم، مش قادر روح اشتغل في شركه كبيره، مش قادر، ممكن يكون خالص مش جزء من الموضوع ده، بس محدش يبدا الشركه بتاعته غير لما يشوف مشكله هو بيعرف يحلها. هذه السنه رايز اب عملوا شغله جميله جدا اللي هي هيبوز الهاي بوتنشال، يعني الشركات الستارت ابس اللي لها الواعده يعني، ونقت 20 شركه من الشرق الاوسط منها لمسه. فرايز اب عملوا لنا برنامج خاص بحيث انه نكون متواجدين هنا ونحتك مع فئتين من الناس، الشباب اللي يبداوا شركات الان وعندهم استفسارات وحابين نتشارك الخبرات، الايفنت ده رايز اب او اي ايفنت بيحصل عن انتربرينور شيب السوشيال ميديا زي مثلا زي ما حصل في شهر 7 اللي فات، فذيس از كايند اوف بي ار، الناس تعرف على بعض، بتعرف الاكسبيرينس بتاعت بعض ايه، فبتجين نولج بتجين اكسبيرينس، كل الناس بتقعد تتكلم على كل الستيجز وعن كل الشركات اللي عملوها، بيستفيدوا منها من خبره اقل حد لاكبر حد، احنا بنستفيد.